بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم جدا خلوص السنة لا يعلم أكثر الناس. ما زلنا في المناقب العظيمة للذكر العظيم سبحان الله وبحمده. ما كنت قلت لحضرتك قبل كده نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة بعد كل صلاة دخل الجنة بغير حساب. النهاردة هقول لحضرتكم حديثا سأقول لحضرتكم حديثا عظيما جدا رواه الكامل ابن الكامل في كتابه، رواه ابن عدي في كتابه الكامل، ورواه الإمام السيوطي في الجامع، ورواه الإمام الدايلمي في مسند الفردوس، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك. حديث لا يقل عن درجة الحسن من حديث خراش خادم سيدنا أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة، ومن زاد فبحسابه. يعني بيقول سبحان الله وبحمده مرة واحدة بس، يتكتب له 1000000 حسنة، يمحى عنه 1000000 سيئة، وبيرفع له في الدرجة في الجنة 1000 درجة، يعني 1000000 درجة. والله حاضر حضراتكم قبل كده إن الدرجات في الجنة منها الغرف. طبعا الحديث ده له أدلة كتير جدا تقويه وتصححه، وأنا بقول لحضراتكم عشان تحتسبوا الأجر العظيم. إيه الأدلة؟ بعض الأدلة. أولا إن سبحان الله وبحمده أحب إلى الله من إنفاق جبل ذهب في سبيل الله، حديث سيد اللي صححه الامام الالباني. فلا ادلكم من هاله الليل ان يكابده، وبخل بالمال ان ينفقه، وجبن عن العدو ان يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده. يعني الرسول بيقول لك لو انت ما انتش قادر عليه الصلاه والسلام تكثر من النفقه، مش قادر تقوم تصلي بالليل، مش قادر تجاهد في سبيل الله، سبحان الله وبحمده تعوضك. فليكثر من سبحان الله وبحمده، فانها احب الى الله من انفاق الورق والذهب، وحب الى الله من انفاق جبل ذهب في سبيل الله. طب جبل ذهب، طب ده جبل احد وزنه 45 مليار طن. طب الواحد لو انفق 45 مليار طن ذهب مش هياخد ثواب، مش هياخد 1000000 حسنه، مش هترفع، مش هيوحى عنه 1000000 سيئه، مش هيرفع له 1000000 درجه في الجنه. يبقى حديث السوق، فقال حين يدخل السوق: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وبيده الخير، وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، كتب له 1000000 حسنه، ومحى عنه 1000000 سيئه، ورفع له 1000000 درجه في روايه، وبنى الله له بيتا في الجنه. وسبحان الله وبحمده قال عليه الصلاه والسلام: افضل الذكر سبحان الله وبحمده. فاذا انا كنت اقول سبحان الله وبحمده 100 مره بعد كل صلاه، دلوقتي بقيت بقى 200 مره. لو اقدر الاقي وقت كنت اكتر من كده بكتير، بس في اذكار ثانيه كتير، سوره الاخلاص وغيره وغيره. فيا ريت اللي بيسمعني دلوقتي يكسب سبحان الله وبحمده. حتى الرسول بيقول: من زاد في بحسابه. فلو قدرت تقولها 1000 مره قولها، لو قدرت تقولها 2000 مره قولها، الواحده منها بترفع لك بيها 1000000 درجه في الجنه، 1000000 درجه. احتسبوا هذا الاجر، اياك ان تستكثروا فضل الله سبحانه وتعالى. فانا هكتب لكم الحديث العظيم في الوصف، سواء هذا الكلام مشهور. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.